ازيكم متابعين قناة عبدو جيك؟ عاملين وحشتوني جدا جدا. في الفيديو بتاع النهاردة جاب لكم شوية عروضات جميلة جدا، الله أكبر عليها. عروضات هتعجبكم، أسعار حنينة جدا. فلو أنت مهتم بالمحتوى بتاعي ما تنساش تعمل سبسكرايب، تعمل لايك، وتكتب لي كومنت بأي طلب أنت عايزه بإذن الله هعمله لك. استنونا بإذن الله هنعمل لكم سلسلة هتعجبكم جدا جدا جدا. لكل واحد بيفكر يجيب كلب أو اشترى كلب، فالسلسلة دي هتفيدكم جدا، بس اصبروا شوية علينا ومعانا شوية عروض النهاردة هتعجبكم قوي. يلا بينا نشوف معانا ايه في اخر الفيديو، نرجع لبعض تاني. جراوي جيرمان حاجة جميلة جدا ما شاء الله، مستوى عالي. اللي متوفر نتايات، بس سعر النتاية الواحدة 1200 جنيه، العمر 45 يوم. طبعا حاجة جميلة جدا، الصورة موضحة ان الجرو الماسك بتاعه اسود غامق، يعني دي مؤشرات بتدل ان الكلب لما هيكبر وشه مش هيفتح قوي. والسعر 1200 جنيه. الجرو من الطعامة ديدان حشرات، حاجة جميلة جدا، اللهم صل على النبي. يعني طبعا سامحوني لو في اي دوشة حواليا او ايا كان، يعني عشان بصور الصبح وانا في العادي بصور بالليل يعني. فجروي جميلة، لغويين الجيرمان شيبرد، حاجة محترمة جدا، وسعرها في الحنين 1200 جنيه. حاجة كجيرمان مسقط غامقة او اي حاجة، فده معناه ان الخلفة او المستوى بتاع الكلاب ده. لو انت يعني عايز جروي جيرمان من الحاجات الحنينة في الاسعار الكويسة، طبعا هما بعت لي صور اهالي، فانت عايز تشوف اهالي او ايا كان كلم صاحب كلاب وشوف الدنيا فيها ايه. تاني حاجة بقى الدكر ده، دكر اللهم صل على النبي، حاجة تحفة 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 تحفة. دكر ده عاجبني جدا، لو كان المكان عندي جاهز والفلوس كنت اشتريته. دكر بولي حجم اكس ال ما شاء الله، 8 شهور يعني لسه عيل اصلا، لسه جسمه يعني هو كده ما شاء الله، الجمجمه جميله والجسم والكلام ده كله، ولسه جسمه ما فردش. الدكر ده واخد كل تطعيماته، 8 شهور، مطلوب فيه 2300 جنيه. طبعا بالنسبه لي يستاهل اكتر من كده، الكلب باين عليه جميل. طبعا لو انت عايزه خليه يبعت لك فيديو اتنين وتلاته، في لو في صور عالي كانت معاه مثلا حاجه كويسه جدا هبين لك المواصفات اكتر. بس هو حجم وشكل دكر جميل جدا، وحجم اكس ال للغاويين، حجم الاكس ال يعني. بعد كده معانا ده دكر بولي ميرل، طبعا مش عارف ايه ميرل دي بصراحه، يعني هو 6 شهور، المكان 6 اكتوبر، ما قاليش لا سعر ولا اي حاجه، ولا قال لي الطعم ولا قال لي الكلام ده كله، بس هو حاجه باين اللهم صل على النبي تحفه، الله اكبر الله اكبر جميل. الالوانات باين عليها تحفه، الالوان، الجسم، بس 6 شهور يعني لسه برضو عيل صغير، لسه جسمه ما فردش، جمجمه ما فردتش، عظم الجسم، كل الكلام ده بيبان اكتر بعد ما الكلب بيعدي ال 11 شهر او ال 12 شهر. 6 شهور يعني لسه يعتبر مخدش على المالك قوي، بمعنى ان انت تنفع لو اشتريته ياخد عليك اكتر من صاحبه الاولاني. يعني المكان 6 اكتوبر، للي عايز حاجة بالالوانات النادرة. طبعا الالوان زي دي بتكون نادرة جدا، ما بتجيش غير كل 5 خلاف. دي انتاية جيرمان حامل من 50 يوم، مطلوب فيها 3000 جنيه، رقم صاحبها على الشاشة. لو انت عاوز النتاية دي كلم صاحبها وشوف الدنيا فيها ايه. بعد كده دي معانا دي جراوي جيرمان 60 يوم، مستوى حلو، مطلوب في الجرو الواحد 1800 جنيه. المكان طبعا متطعمين، المكان، المهندسين، بس برضو المستوى مش باين قوي، التصوير مش احترافي قوي، الكلام ده كله بيفرق جامد 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 في شكل الكلب. يعني مثلا لو انا معايا كلب مستواه مش اعلى حاجه، بس مثلا صورته في شمس في اضاءه عاليه، ومعايا مثلا كاميرا نظيفه ايفون او كاميرا بروفيشنال، الكلام ده كله، ومسكت الكلب سرحته وحطيت له مثلا بودره اللي بتلمع الشعر، كلب هيبان عليك من هو كلب ب20000 جنيه، 10000 جنيه. لكن كلب مستوى عالي انت مهمله ومصوره في اضاءه معفنه هيبان كلب وحش جدا. اهم حاجه تراعي التصوير بيكون كويس، بيبين الانتاج او بيبين الكلاب كويس قوي، بس الكلاب دي باين عليها كويس. لو انت عاوز اكلم صاحبها اشوف الدنيا فيها ايه. بعد كده دي انتهى يا جيرمان، يعني تعتبر الله اكبر يعني من الكلاب العتائي، يعني 3 سنين. المكان المقطم، رقم 7 على الشاشه، مفيش فصال. طبعا الكلبه متبهدله عشان ده في موسم القلش بتاعها، الكلبه بتقلش. طب مطلوب فيها كام يا حبيبنا؟ والله العظيم لو قلت لك سعرها انت هتتخض. الكلبه دي مطلوب فيها 600 جنيه. فالناس اللي بتقول لي 600 و700 و800، انا اجيب لكم بالحاجات ديت. لو عاوزها كلم صاحبها يا باشا،
بعد كده بقى اللي عايزين الكل حاجه تقيله، ده كرقه باي مستوى واضح، الجمجمه والجسم اللهم صل على النبي. يعني مكان امبابي رقم صاحبه على الشاشه، محدش يجي يقول لي سعره مش سعره. والله يا جماعه انا مش صاحب الكلب، صاحب الكلب قال لي السعر باخده، معلش السعر انا بقول له انت اللي عايز اتكلم، عشان برضو الناس كل شويه تخش تكلمني في النقطه ديت. انا بقول له فين السعر، يقول لي خاص. بس خلاص يا باشا، طالما صاحب الكلب قال لي خاص يبقى انت خش كلمه لو عندك النيه انك تشتري، وشوف الدنيا هتبقى ماشيه معاك ازاي، السعر مناسب معاك مش مناسب معاك خلاص تابع القناه هتشوف حاجه زيه، يمكن بسعر اقل يمكن بسعر اعلى ومستوى احسن وهكذا. فده ذكر العربي باين عليه انه ما شاء الله عين وعين، عين لبني وعين سودا، يعني لو عاوزه كلم صاحبه. بعد كده دي بقى من العروضات بقى اللي بتاعتنا بقى، حته مالينو اللهم صل على النبي، حاجه جميله جدا ما شاء الله، سعر الجوازه 2500 جنيه. طبعا المستوى باين، كلب وشه ما شاء الله بودانه بصدره برجليه كلها وديله سمر اسود كحل. فانت قول لي انت عايز ايه تاني، قول لي عايز ايه، قول لما اجيب لك عرض زي دوت لدكر مالينو معاك نتاج مثلا، عايز تحسن من انتاجك في المالينو بالسعر دوت، سعر 2500 جنيه ده ما يجيش حتى تمن الجرو اللي هيطلع. الجرو انت اقل جرو مالينو انت بتجيبه بكام؟ ب 8000 10000، ده لو حاجه زي ديت اللهم صل ما شاء الله يعني. فانت عاوز تجوز دكر مالينو حاجه نظيفه، كلم صاحب الكلب ده. برضو للناس اللي دخلت تقول لي في الكومنتات عايزين جراو كوكيشن، ما بنساش اي حد، اي حد بيقول لي على حاجه لازم اقلب الدنيا واجيبها له. دي جراو كوكيشن 33 يوم، متاح رؤيه الاهلي طبعا على الطبيعه، المكان المنيب، كاتب لي وقايل لي السعر عالي، يعني اللي عايز حاجه زي دي ما يخشش يقول لنا 4000 5000، السعر عالي ده يعني كسر العشرة، ده طبيعي. جراو باين عليها ما شاء الله تحفه. هو لونهم غامق يعني، في كوكيجن بيبقى فواتح، بس دي غوامق 33 يوم يعني لسه. بالنسبه لي احسن عمر تشتري في الكلب من 45 ل 65 يوم، طبعا الاحسن كل ما يكبر في العمر كل ما الكلب بيبقى مستوعب اكتر معاك. طبعا الاب باين، مش يعني مش محتاجه باين، انت شايف الجسم الضخامه ما شاء الله، الهجمه، بص صاحب الكلب اصلا مش عارف يتحكم فيه بسبب ان الكلب قوي وضخم. فانا جايب لك جرب الكوكيجن، هيكون باذن الله جيناتها قويه جدا ان انت تمسك كلب الناس تتفخر وانت ماشي بيه. وانا مش هتكلم معاك في لوت اكتر من دي، لان الكلب الاب ما شاء الله باين، يعني انا مش محتاج ابين او انا مش محتاج ان انا اعمل اي حاجه. فانت عاوز جراوي كوكيجن حلوه، كلم صاحب جراوي كوكيجن العسل التحفه دول وشوف الكلام ماشي معاك على ايه. طبعا دي الام، الام مستواها برضو عالي بالنسبه للنتي. طبعا انا اسف لو انا مثلا اكتب لي في الكومنتات عايزين اطول في العرض بتاع الكلب ولا اقصره، يعني عشان بحس الناس بتزهق وبحس ان في ناس عايزه الفيديو يبقى طويل يعني. فدي الام مستواها كويس بالنسبه للنتي، فلو انت يعني عندك نيه انك تشتري جراوي كوكيجن، طبعا الكوكيجن بياخد منك اكل كتير جدا، فلو عاوزه كلم صح. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا عجبتكم الكلاب بتاعت النهارده، الجراوي والكلاب عجبتكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات اي طلب انتوا عايزينه وانا هعمله لكم على طول. يا ريت اي حد ما يضيعش الفرصه من ايديه، ان الكلاب ديت تحفه تحفه تحفه. واشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.